معناتها أول مرة نجي للحارة هنا. بلا شو شو سبيسيال في الطاولة بريقة الحارة؟ بس كل تجي من آخر الدنيا. دوق طاولة لا أبار الدخان. سبعة ما خفيف ما الخبز اللي تعمل فيه بالبطاطا والواحد. ميكرو تقافرت انا كنت وكيكه برازار توصلي من برا يا تقاسك بالزهر تبين البريك ولا ايش هو هذا؟ هذا كفته ودي كفته نوعين دول واحده بالدجاج واحده بالخضره حاجه كيف ولك خبز اللي عندهم النهار نهار السبت ما يطيبوش اي لا شبات كي نهار السبت ما يطيبوش كنت تاكلهم من كل شكل ياكلوا من نهار الجمعه ياكلوا البيت نهار السبت السلام عليكم السلام عليكم انا قلت له شكون؟ ويسير ازورهم لازم نحن 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 في الصيف حل أربعة طيب حتى العشرة بعد الخميس وفي الصيف لا مش المحل حكيت نص نهار كملت أنت أول مرة تجي هنا أنا صغير مشيت يفوتك من الفيس على هيك انا مش حاطين كل حاجه وكل حاجه حاجه كاملنا حتى انا كيف كيف والخبز هذاك الخبز وبريكه بالهريسه مع بعض طيبه بالله خبز هريسه بريكه طيبه خلاص طيب طيب انا مروبه حتى انا مروبه طيب مش ديجا خبز بالهريسه كاين